انا غاسلهم وديرهم في الفريغو دابا، يلا جبتهم وغندير بهم هما غنعدل هاد الكاودو. وكنحتاج هاد الميكي هادي كيشروها ليا هكا، فيها خيزو، فيها اللفت، لفت جوج اشكال ديال اللفت، فيها شنو سميتو كرافس. كنعمل انا واحد البطيطه، كنزيد انا البطاطا من عندي. اذا غنحتاج واحد الكوكوط، هادشي راه كنديرو في الكوكوط. غنحتاج واحد الكوكوط، وانا غنقطع هاد الخضره نقطعها ونوصلها ان شاء الله، وانا غنوريكم كيفاش كنستعمل هاد الصوبه هادي. يعني الصراحه كتجي هائله، يعني كنستعملوا هاد العضينات. بسم الله. غنقطع عليهم واحد البطيطه، عندي صغيره، عندي جوج ولا ثلاثه، عندي بطاطا صغارين، حيت هادي راه غتعطيني هاد الكوكوط كتهز 10 يطرو. ندوزيس هادشي خصني نخرج 10 يطرو ديال الكالدو. يعني خديت غير ثلاثه البطيطات، ما صغار غندير غير ثلاثه، وكانوا كبار غندير غير وحده كافيه. دابا غنقطع هاد الخضره، نقطعها ونغسلها ونقشرها، وغنعدل كلشي في الكوكوط، وانا غنوريكم كيفاش كندير لها. كما كتشوفوا هذيك البولصه اللي خرجت لي راه فيها قلت لكم خيزو، فيها اللفت جوج الاشكال، هذا راه محفر وهذا الابيض. وعملت ثلاثه البطاطات صغيرين وفيها بويرو، فيها خيزو، ومن طبيعه الحال فيها الكرافس. وانا كنفضل الميكه اللي فيها الكرافس بزاف حسن، حيت كاين شي ماركه كتكون ما فيهاش الكرافس بزاف، فيها داك الكوليفلور. انا ما كيعجبنيش الكوليفلور حيت الكرافس كيعطيها واحد المذاق ما شاء الله، يعني الكرافس هو اللي كيعاون فيها السوبه. ودابا ان شاء الله الكرافس رانا غسلته، هاد الخضره انا غنغسلها دابا وغنرجع معاكم ان شاء الله. كما كتشوفوا انا غسلت الخضره ديالي، غنكملها هكا ونقطع هاد الكرافس، هذا حتى هو نقطعو، غنقطع شويه غليظ ماشي مشكل، راه حيت من بعد غيطيب لي هادشي. غادا نطحن كلشي، كلشي غادا نطحنو، حتى حاجه ما كترمى هكا. وغنعملو شويه د الملحه بطبيعه الحال، شويه د الملح، وغنديرو ليها دابا الماء ان شاء الله، نعمرو الكوكوط ديالنا بالماء وغنردوها طيب. كما كتشوفوا معنا ما شاء الله هاد الكوكوط راه كتهز 10 يطرو. ودابا هذيك الميكات الخضره غتخرج ليا 10 يطرو، 10 يطرو ديال الكالدو. غنشعل على دابا البوطه، هادي الكوكوط ديالنا، انا شعلت على البوطه وغنسد عليها، عملت لها شويه د الملحه وغنسد عليها، وملي غتبدا تصفر كنقص عليها البوطه وكنخليها مده 40 دقيقه وهي كتصفر خدامه، يعني باش كنلقى داكشي طاب مزيان. وغنطحنو، كنطحن كلشي حتى دوك العظام ديال الدجاج كنطحنهم، وكندوزهم في الصفاي كنصفيهم. بونو ما غنحرقش المراحل حتى الاخر، وغنوريكم ان شاء الله. هكا كنسدو الكوكوط ديالنا مزيان، باش تخرج لك كيلو د الخضره يخرج لك 10 يطرو ديال الشوبه، تستعملها سيمانه ولا اكثر من سيمانه على حساب العائله، راه الخير. دابا انا سديت الكوكوط ديالي، خليها طيب ان شاء الله، ومن بعد نوريكم كيفاش الطريقه، نكمل معكم الطريقه ديالي. كما كتشوفوا هذه هي لاصوب ديالنا اللي صايبنا، كانت كلشي طاب. دابا غنصفي العظام نحيدهم، العظام ديال البقري غنصفيهم ان شاء الله. هاد الدجاج هكا غنطحنو حيت راه فيه شويه ديال الحيمه، ومن بعد رانا غنصفي كلشي ان شاء الله. دابا نحيد غير العظام اللي ما نقدرش نطحنهم، العظام ديال البقري اللي شويه قاصحين هما هادو. ودابا كما كتشوفوا معانا انا غنطحن كلشي،
كما كتشوفون راه طحنت كلشي، طحنته مزيان وغنبدا نصفيه. نصفيه في هاد البرمه هادي هكا، وكندوزو بها الصفاي، غنصفيه كامل ان شاء الله. وثيقوا بيا راه كيجي ألد ما كان، يعني اللي كيدوقو كيقول لي شنو دايره في هاد الكادو، يعني كيعجبهم بزاف. هذا كنستعملو للعشاء بزاف، يوميا تقريبا ضروري هاد بلاطو ديال هاد الصوبه هادي. وانا غنصفيه كامل وغنرجع معاكم. كما كتشوفوا انا صفيتها، شوف اللي خرج لي فيها، هذا هو اللي غرمي ان شاء الله. ما تبقى كله قالدو، يعني صوبه. انا صفيتها خليها هكا تقدر. وانا عمرت واحد الكاسرونه راه نحتاجها للعشاء، هي هادي. ثقوا بيا اخوتي كيجي واحد الكالدو هائل ما شاء الله. دابا هذا من العشيه لعشيه، في العشاء نغرف الجهد ديالنا كندير فيه واحد الحفينه صغيره ديال الشعريه، واحد شويه، واحد المعلقه ديال الشعريه صافي. يعني بلاطو ديالك ديال العشاء راه كافي، بخصوص دابا انا مقابله مرا كبيره كتبغي الصوبه، يعني هذه كتحماق عليها احسن من هذاك اللي كتشريه. اللي كتشريه غير الماء وصافي، ما فيه حتى شي مذاق. كما كتشوفوا الكاردو ديالنا هو هذا، ضروري كنعمل له كنور، ضروري عملت واحد النص دكنورة. كما كتشوف كما كتشوفوا معنا نعمل لها واحد شويه شعريه، غير شويه، هادشي كافي برك. ما شويه شعريه، الشعريه تكون من نوع ممتاز. صدقوني يا اخوتي هاد الصوبه هادي كتجي هائله الصراحه، وخفيفه هكا كتجي، ماشي ثقيله بالشعريه ولا هكا، كتجي خفيفه وفي نفس الوقت صحيه، وفيها الدجاج وفيها العظام طالقين من المذاق ديالهم، وكتجي هائله الصراحه هذه. خصوصا بحكم انا مقابله واحد المره كبيره كتبغيها ليا بزاف، كنطيبها لها ضروري في العشاء. هكا كتجي هاد الصوبه ديالنا هذه، وجربوها وردوا عليا، بالخصوص في البرد. في الصيف ما كنديرهاش، ولكن في البرد ضروري هاد الصوبه عندنا. وصلنا لنهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.